تواصل وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت تلك الجهود عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال شهر. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 38,166 قضية تمونية متنوعة، من بينها 149 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 28,181 اسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب3,804,435 جنيها، وضبط 134 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 2,654,784 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 551 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 2,091 طن سلع مدعمة، وضبط 35 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 255 طن. كما تم ضبط 13,021 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 3,143 طن سلع غذائية وغير غذائية. كما تم ضبط أكثر من 23,000 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت 783.5 طن، إضافة إلى ضبط 25 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 426 طن أسمنت و14 طن حديد. كما تم ضبط 1248 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 344,267 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4,019,279 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1,290,276 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 19,803 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 1037 سائقا منهم. كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4269 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 537 مركبة وتبين مخالفة 16 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 1577 سيارة و272 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 37,476 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 2,611 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 4,577 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 10,436 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 11,085 مخالفة ملصقات، وضبط 139 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية.
وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 347,449 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 303,791,079 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1146 قضية، من بينها 678 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 468 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 173 قضية بقيمة مالية بلغت 370,225,588 جنيها. أبرزها ضبط 134 قضية في مجال الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي بإجمالي مبالغ مالية تعادل 205,868,368 جنيها. وفي مجال الجرائم المصرفية، تم ضبط 45 قضية بإجمالي عدد 19 متهما لقيامهم بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمولة بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل 1,012,000 جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 10,653 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 18,723,000,000 جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 24,285,992 جنيها.